الله بالنور اخي عبد الله، حياكم الله. يا مرحبا وسهلا فيك اخوي حمود، يعطيكم العافيه اكيد على جهودكم البارزه في الميدان من خلال مراقبتكم للاسواق والاسعار، ومن خلالك نقف على جهود حمايه المستهلك خلال اليومين الماضيين. نعم طبعا في هذا الجانب اول شيء نرحب فيكم. تقوم الهيئه العامه لحمايه المستهلك من خلال فرق التفتيش الموجوده في الميدان ومن خلال مأمورية ضبط القضايا بمتابعة الأسواق من خلال التأكد من الأسعار وتوافر السلع. وفي هذا الجانب أحب أن أشير بأن هناك تنسيق مستمر بيننا والمعنيين بوزارة الزراعة والثروة السمكية حول توافر منتجات الخضروات والفواكه. طبعا يتم إمداد الهيئة بكشوف يومية لأسعار المنتجات، وهنا تقوم الهيئة بدورها من خلال مأموري الضبط القضائي بمتابعة الأسعار طبعا وكذلك التأكد من توافر المنتجات بالأسواق. نعم، يمكن أستاذ حمود من أول ما أعلننا عن لقائنا مع هيئة حماية المستهلك أكثر الأسئلة اللي توصلنا والآن كذلك تصلنا من خلال البث المرئي المباشر، أنا ما أعرف شو سالفة البصل هذه اليومين، أبرز الملاحظات اللي تصلنا عن ارتفاع أسعار البصل. نعم طبعا مثل ما شرط سابقا بأن هناك تنسيق قائم بيننا والمعنيين بوزارة الزراعة والثروة السمكية مشكورين حول إمدادنا بكشوفات بالمنتجات سواء الخضروات والفواكه وقوائم الأسعار. نعم، وهنا لربما نشير بأن ارتفاع البصل وهو ما يتم تداوله حاليا طبعا السبب الرئيسي لإيقاف التصدير من قبل الدول المصدرة وكذلك زيادة مما أدى إلى نقص وزيادة الطلب عليه في بعض الدول. نعم، الآن مصادر البصل في الأسواق يعني من خلال تواصلكم مع وزارة الزراعة والثروة السمكية ما هي المصادر؟ ما هي الدول التي تستورد منها السلطنة هذا المنتج؟ والله هي مثل اليمن والهند. اليمن والهند هناك. نعم نعم، هو هذا اللي موجود حاليا في الأسواق. نعم يعني بس احنا في هذا الجانب نحب ايضا ان نذكر او نطمن المستهلكين بالنسبه لباقي المنتجات فهي متوفره بكثره باسعار مناسبه بالحبه. نعم الاستاذ حمود، الان البعض يتساءل يقول ما هي نسبه هذه الزياده، حتى لما يعني نذهب الى الاسواق نعرف والله انه هذه الزياده مبرره، يعني البعض تكلم مثلا خلنا كذا نقولها بلهجتنا يعني خيشه البصل اللي كانت ب4 ريال صارت ب8 ريال، هل هناك نسبه معينه لزياده السعر في هذا المنتج حتى يكون المستهلك على بينه؟ لا طبعا من الصعوبه انك انت تحدد نسبه معينه، هذا السوق مفتوح في عرض وطلب. نعم، لكن احنا هنا دائما نتاكد من الأسعار ومصداقية الأسعار المعروضة من قبل التجار من خلال الفواتير. نعم، من خلال فواتير الشراء من بلد المصدرة يعني. نعم، فبالتالي هنا نقدر نتأكد ونطمئن أن لهم يتم البيع بأسعار فعلا أنها معقولة يعني. نعم، لكن نعم، كنسب لم يتم تحديدها أصلا يعني. نعم، في هذه الحالة المستهلك كيف يعرف أنه هو يعني محصل المنتج بالسعر المعقول، ما في هناك تلاعب معين في الأسعار حتى يلجأ لكم يعني؟ إيش هي الطريقة يعني؟ هو ما في إعلان دائما للسلع هذه الموجودة بشكل عام. لا هذا أسعارها متغيرة يعني. أسعارها يعني متغيرة لربما بشكل يومي. أنا أسلفت أنه في قوائم طردنا من الوزارة المعنية هي وزارة الزراعة والثروة السمكية بأسعار المنتجات الموجودة عندهم. نعم، وهذه أسعار وفق الشراء اليومي يعني. نعم، على عكس بعض المنتجات اللي أسعارها ثابتة ومعروفة يعني. أكيد أكيد أكيد. نعم، هذه المنتجات الزراعية دائما متغيرة يعني. نعم، بين فترة وأخرى. نعم صحيح. الأستاذ حمود، ما هي أبرز المخالفات اللي رصدتوها؟ إذا كان هناك ثمة مخالفات يعني من مختلف المنتجات. أكيد في مخالفات. نعم، فرق التفتيش موجودة في السوق المركزي، سوق الموالح المركزي، وتم إصدار بعض المخالفات لبائعين الخضروات والفواكه من ضمنها بائعين البصل اللي بد استغلال نوعا ما أكثر من اللازم يعني. نعم، كلها منصبة في الأسعار يعني، في زيادة الأسعار. أكيد أكيد في الأسعار، هي يخص حماية المستهلك الأسعار. نعم، يعني بشكل عام الأستاذ حمود كيف تجد التزام المؤسسات التجارية المختلفة والشركات في اتباع التعليمات وفعلا عدم استغلال مثل هذه الظروف لزيادة الأسعار بشكل عام؟
والله احب ان اكد في هذا الجانب ان الهيئه قائمه بدورها من خلال متابعتها للاسعار، وهنا الهيئه بالمرصد لكل من تسول له نفسه التجاوز واستغلال هذه الحاله الطارئه، ونسال الله ان تعدي هذه الحاله على خير باذن الله. نعم، يمكن الفتره الماضيه الصيدليات هي اللي تصدرت المشهد، يعني بحكم الطلب المتزايد على بعض الادوات الطبيه. نعم. خلال نعم. هذه الفترة الماضية إيش هو وضع الصيدليات؟ هل هناك يعني الالتزام جيد من الصيدليات ولا كذلك؟ نعم نعم. رصدتوا مخالفات يعني؟ نعم، هو في مخالفات سابقة، لكن الحمد لله يوجد التزام بعد هذه المخالفات، يوجد التزام، وكذلك تم توفير المستلزمات الطبية التي يتم استخدامها في هذه الحالة. نعم، يعطيكم العافية الأستاذ حمود. كلمة أخيرة تحب توجهها لكل من يتابعنا الآن؟ جزاك الله خير أخي الكريم. والله أحب أن للمستهلكين بأنهم عدم الانقرار والانقراف وراء الشراء الغير مبرر طبعا، وهنا أقصد عدم التكدس في الشراء في المحلات التجارية، وعليهم أن يقووا نفسهم دائما واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من اللجنة العليا. أحسنت الأستاذ حمود بن سعيد الجابري، مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالهيئة العامة لحماية المستهلك، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، حفظكم الله من كل مكروه. يعطيك